جابك هنا؟ أنا جاي علشان بنتي ماتت. ما أنا بعت لك جواب وأنت في السجن، قلت لك إنها غارت وانتهينا. قالوا لي إن ما طلع لهاش شهادة وفاة. ما إحنا ضحك علينا كمان في شهادة الميلاد. قلت لك إنها ماتت واتدفنت سكيتي في مقابر العيلة. يعني ماتت؟ أيوة ماتت. كنت فاكراها لسه عايشة؟ طمني يا هانم، اللي بيجي من الحرام بيروح. بس ندى مش بنت. أنا ما صدقتش وابني عايش على وش الدنيا. عايزين أصدق دلوقتي بعد ما قتلتيه وحصرتي قلبي عليه؟ طب هي ماتت إزاي؟ من الحرام، بعد ما شال حنية إخواتك عليها. دول حتى ما فكروش يسألوا عليها في التليفون كانت عايشة ولا ميتة. أنا عذراهم، ما عندهم حق. معقولة هيشيلوا فضيحتهم على إيديهم ويمشوا بيها قدام الناس؟ جابوها لي وكانت تعبانة، كانت بنت تموت، لا أم ولا أب، لحد ما ربنا افتكرها وستر سرها. بس ربنا اسمه العدل، زي ما حرقتي قلبي على ابني أشوفك دلوقتي وانت محروق قلبك على بنتك. اطلعي بره، اطلعي بره.